لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مع آخر أبيات المنظومة البيكونية على صاحبها عظائم رحمة الله سبحانه وتعالى. والبيت 30: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. وهذا هو القسم 30 من أقسام الحديث المذكور في هذا النظم، وهو المنكر. والمنكر إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وهو السبب الثالث والرابع والخامس، فحديثه يسمى المنكر. حديثه يسمى المنكر إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق. وتعريف المنكر لغة هو اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. أما التعريف الإصطلاحي، عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة. أشهر هذه التعريفات تعريفان: التعريف الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى غيره كما ذكر في النخبة. وهذا التعريف يعني مشى عليه صاحب البيكونية، البيكوني عمر رحمه الله تعالى، كما ذكرنا، وقال: ومنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. أما التعريف الثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واعتمده، فيه زيادة على التعريف الأول، وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. مثال لهذا النوع: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. وده مثال على التعريف الثاني الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. أما على التعريف الأول، وهو الحديث الذي في إسناد راو فحش غلطه أو كثرة غفلته أو ظهر فسقه، مثال له ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. هذا مثال. قال النسائي رحمه الله تعالى: هذا حديث منكر، تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. رتبة يعني المنكر: يتبين من تعريفي المنكر المذكورين أن المنكر من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة، وقيل القسمين فيه ضعف شديد. لذلك يعني بحث المتروك أن المنكر يكون في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك، يعني الكلام على المتروك سيأتي. فالمنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك. ثم بعد ذلك البيت الذي يليه، وقال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يعني هذا القسم 31 من أقسام الحديث المذكور في هذا النظم، هو المتروك. والمتروك كما ذكرنا
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب سمي حديثه المتروك. وتعريف المتروك لغة اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، أي متروكة لا فائدة منها. أما المعنى والتعريف الاصطلاحي للمتروك هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب ما هي أسباب اتهام الراوي بالكذب؟ أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين، هما ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. قواعد المعلومة هي القواعد التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة، مثل قاعدة الأصل براءة الذمة. طيب السبب الثاني، أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي. هذه هي الأسباب التي يكون فيها الاتهام للراوي بالكذب. مثال ذلك حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر متروك الحديث. قال الإمام النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر أنه متروك الحديث. طب ما رتبة هذا الحديث؟ يعني ما رتبة هذا النوع اللي هو الحديث المتروك؟ شر الضعيف هو الموضوع، ويلي ذلك المتروك ثم المنكر. المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب، كذا رتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني الحديث المتروك هذا يلي شر الضعيف وهو الموضوع. يبقى آخر أبيات المنظومة البيقونية في ذكر أنواع الأحاديث، فقال: والكذب المختلق الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا هو القسم 32 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الموضوع. فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. تعريف الحديث الموضوع هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لغة اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. وأما المعنى الاصطلاحي هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رتبة هذا الحديث هو شر الأحاديث الضعيفة. يبقى الموضوع شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعده قسما مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة. ما حكم رواية الموضوع؟ أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ما هي طرق الوضاعين في صياغة الحديث؟ للوضاعين في صياغة الحديث طريقان: إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا. طيب السؤال الذي يلي: كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعرف الحديث الموضوع من دون النظر في إسناده بأمور أول هذه الأمور إقرار الواضع بالوضع، كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك ما يتنزل منزلة الإقرار، يعني أول ما يعرف فيه الحديث الموضوع إقرار الوضع بالوضع، أو ما يتنزل منزلة الإقرار كأن يحدث عن شيخ
فيسأل عن مولده هو فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، فذلك يتنزل منزلة الإقرار بالوضع. الطريق الثالث قرينة في الراوي، قرينة في الراوي يعرف بها الموضوع، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، هذه القرينة دي تدل على ذلك، أو قرينة في المروي مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن، يعني قرينة في المروي. يعني كذلك من الطرق خامس طريق دواعي الوضع، وهذا لابد من أن نتطرق إليه، ما هي دواعي الوضع وأصناف الوضاعين؟ لوضع الحديث دواع كثيرة تدعو الوضاع لوضعه، فمن أبرزها التقرب إلى الله تعالى، وذلك بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات وأحاديث تخوفهم فعل المنكرات. وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر الوضاعين، لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم. ومن هؤلاء ميسرة بن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، قال: وضعتها أرغب الناس. يبقى أول دواعي الوضع التقرب إلى الله تعالى. كذلك من دواعي الوضع الانتصار للمذهب، لا سيما مذاهب الفرق السياسية، وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها، كحديث علي خير البشر، من شك فيه كفر. كذلك من دواعي الوضع الطعن في الإسلام، وهؤلاء الوضعون قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. ولقد بين جهابزة الحديث أمر هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة. كذا من دواعي الوضع التزلف إلى الحكام، أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف، مثل قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام، فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال: أنا حملته على ذلك، وطرد هذا الوضاع المتزلف وعامله بعكس قصده. كذلك من دواعي الوضع التكسب وطلب الرزق، بعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس، فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم كأبي سعيد المدائني. كذلك من دواعي الوضع قصد الشهرة، قصد الشهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم، كابن أبي دحية وحماد النصيبي. يعني للأسف بعض المفسرين يخطئ في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها، لا سيما الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة. ومن هؤلاء المفسرين الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني. أشهر المصنفات في الموضوع كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ليال المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة المرفوعة الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني. آخر ما ختم به البيكوني عمر رحمه الله تعالى أبياته يعني في هذه المنظومة، قال: وقد أتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيكوني، يعني أتت الضمير يعود إلى هذه المنظومة، كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، فالكاف للتشبيه، وأتت فعل ماض وفاعله مستتر، وكالجوهر منصوب على الحال أي أتت مثل الجوهر، قوله المكنون أي المحفوظ عن الشمس وعن الرياح والغبار، فيكون دائما نظرا مشرفا أو مشرقا. وقوله منظومة البيكوني نسبها إليه لأنه هو الذي نظمها. ثم خاتمة الأبيات: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني فوق الثلاثين بأربع أتت أي أنها أتت 34 بيتا، أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أبيات هذه المنظومة جاءت فوق الثلاثين بأربع ثم ختمت بخير
وإلى هنا ينتهي ذكر الشرح المبسط الميسر المختصر لمنظومة البيكوني. أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها، وأن يثقل بها الموازين حين نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، ودينا قيما، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام سائرين، ولا تشمد بنا أعداء أو حاسدين. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.